السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة القصيرة بعنوان إزاي نعمل كاسكيدنج، تنزيل نظام إدارة الأداء من مستوى المنظمة ككل إلى مستوى الفرد. ودي حالة عملية واقعية. عادة الكلام النظري بيبقى سهل، يعني حط أهداف، حط مؤشرات، واحسب كده وقارن البيس لاين والتارجت فاليو، ولكن في واقع الأمر عند العمل الفعلي، وخصوصا لما تنزل من مستوى المنظمة أو الإدارة إلى مستوى الفرد، التحديات بتزيد أكتر، لأن أنت بتتعامل مع عدد كبير من الناس، والناس عادة بتقاوم التغيير وبتقاوم إن حد من حيث المبدأ يجي يحاسبها ويجي يقيس لها الأداء بتاعها. فزي ما بيقولوا the devil is in the details، الشيطان موجود داخل التفاصيل، لكن بره التفاصيل الأمور تبدو سهلة. ده مثال عملي هنشوف فيه ايه التحديات اللي حصلت في هذا المثال لما نزلنا في التفاصيل، ازاي الجهد الكبير كان هو جهد اداره التغيير وانجيجمنت للعاملين اكتر منه ان الواحد يفكر في ان هو يطور معادله حسابيه، لان هو ده الجزء السهل انك تحط المعادله الحسابيه للمؤشر وتعرف ايه المؤشر. خلينا نشوف مع بعض الحاله العمليه دي اللي هي من امانه محافظه جده، عندما كنت يعني مدير، شرفت بان انا اكون مؤسس ومدير مكتب اداره الاستراتيجيه بيها، وكل البيانات اللي موجوده كارقام واسماء تعتبر ارقام افتراضيه للمحافظه على سريه هذه الامور. خلينا نشوف الحاله العمليه ونشوف ايه الدروس المستفاده منها مع بعض. خلينا ناخد الحاله العمليه دي اللي احنا عصرتها بالفعل. هذه اداره تخطيط المدينه. طبعا احنا بنينا بلد سكور كارد، بطاقة أداء متوازنة كاملة وخرائط استراتيجية وأهداف ومؤشرات للأمانة ككل ولكل إدارة تابعة للأمانة والوكالة والإدارات العامة والأقسام. أعتقد عددها وصل حوالي 57 أو حاجة كده إدارة فرعية، تحت كل واحدة لها بطاقة الأداء المتوازنة الخاصة بها. بعض الإدارات قد تحتاج اهتمام خاص في موضوع القياس وموضوع المتابعة، لأن في حاجة للارتقاء به، تحسين بالارتقاء بمستوى أداء. من بين هذه الإدارات إدارة تخطيط المدينة اللي كانت مؤشرات الأداء بصفة عامة بتشير لأن في تعطل في إنجاز المعاملات الموجودة فيها، وإن إحنا كان في حاجة للإسراع منها والارتقاء بمستوى، وبالتالي عملنا انترفينشن خاص، تدخل خاص لهذه الإدارة، لدرجة إن إحنا وصلنا لقياس الأداء على مستوى الموظف نفسه. معظم هؤلاء الموظفين يا إما مساحين يا إما مهندسين، وكانوا بتجيلهم معاملات زي كروكي بيعتمدوه، ولا مخطط تنظيمي، ولا رخصة بناء بيراجعوا قطع الأراضي وتأكدوا من المساحات وإن هي تنطبق على شروط المناطق الموجودة فيها. بعض المناطق مخططة، بعضها غير مخططة، بعض المناطق لها رسوم بيانية موجودة في GPS، بعضها لسه موجودة في خرائط، فكان المعاملات تتعطل لأسباب فنية وتقنية مختلفة عديدة. فكان في حاجة كبيرة جدا إن إحنا نرتقي بمستوى أداء هذه الإدارة، فنزلنا بمؤشرات قياس الأداء من مستوى الأمانة إلى مستوى الإدارة إلى مستوى الموظف، وأصبح لكل موظف، يعني اخترنا 2 مؤشرين أداء اللي هم أهم حاجة، بنقول مؤشرات أداء رئيسية، فدي رئيسية يعني كي يعني أهم حاجة. بالمؤكد بالتأكيد في مؤشرات أخرى، لكن دول كانوا أهم حاجة إحنا بالنسبة لنا. كانت معظم البيانات موجودة في معاملات، المعاملة عبارة عن ملف دوسيه، يعني المواطن بيجي معاه ملف في طلب ترخيص، طلب اعتماد كروكي حسب نوع المعاملة، موجود فيه مرفقات كتيرة. المرفقات دي عادة رسومات هندسية جاية من مكاتب هندسية معتمدة، ففي تفاصيل كتيرة موجودة داخل الملف. الملف بيجي طبعا في إدارة الاتصالات تحت أو في نقطة استقبال المعاملات في مركز خدمة العملاء، وبتطلع الإدارة فوق لكل موظف. مدير القسم بيوزع المعاملات على الناس حسب فهمهم وحسب اختصاصهم، يعني ممكن يعرف إن فلان ده عنده خبرة كبيرة بهذا الحي والمشاكل الموجودة في مخططات هذا الحي فتسند إليه هذه المعاملات، واحد تاني شاطر في نوع معين من المعاملات تسند إليه معاملات أخرى، فمدير القسم يسند هذه المعاملات. فالمعاملات لما توصل 40 50 معاملة في اليوم مثلا، يقوم رئيس القسم بتوزيعها
على مكاتب الناس، فكل واحد يستلم المعاملات الخاصة به، ومكتب الشخص منظم بحيث ان في مكان للمعاملات الواردة ان باسكت، والحاجات اللي تحت التشغيل، والمعاملات اللي انتهت او المعاملات المعلقة اللي فيها بيانات تحتاج الى استكمال. طيب احنا قمنا بتصنيف هذه المعاملات، ما ينفعش احنا نقول للشخص انت خلصت كم معاملة، خلصت كم معاملة في اليوم، ده بيفترض افتراض يعني ساذج بسيط ان كل المعاملات تحتاج نفس الوقت. طبعا مش كل المعاملات تحتاج نفس الوقت للتشغيل، فاحنا علشان نقدر نحاسب الناس على قد ايه وقت بياخدوه لهذه المعاملات، احنا بدأنا نسألهم ايه انواع المعاملات الموجودة عندهم. طبعا الامر اللي انا بتكلم فيه ده بيحتاج قدر كبير جدا من حاجة اسمها ادارة التغيير، ودي وحدة تدريبية كاملة احنا موجودة في البرامج التدريبية اللي بنقدمها. إدارة التغيير إن الناس اللي قايمين بهذا العمل هما عادة لا يروا حافز في إن هما يتعاونوا مع مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي أو المستشار اللي جاي عايز يحط مؤشرات قياس أداء ليهم. طيب إحنا في شغالين كويس ومش عايزين حد يقعد يحاسبنا، فدائما بتكون في مقاومة مش بس في هذه الإدارة ولكن بصفة عامة في جميع المنظمات سواء قطاع عام أو خاص بنحاول نطبق فيها نظم قياس الأداء. فلازم الواحد يحاول يبتكر أساليب مختلفة يقدر يعمل engagement لهؤلاء الناس. فاجتمعنا مع هؤلاء المهندسين، وكمستشار خارجي أنت بتقوم بهذا العمل، عدم معرفتك بطبيعة العمل دي بتعتبر نقطة ضعف كبيرة جدا، وبالتالي الأمر بيتطلب أن أنت يجب يكون معك واحد من متخصصين في هذا المجال علشان يساعدك في فهم هذه الأشياء، أو لازم أنت كشخص مسؤول عن قياس الأداء تبذل جهد ووقت كبير عشان تتعلم عن تعرف أكثر عن طبيعة العمل. فلما جلسنا معهم سألناهم أنتوا عندكم المعاملات كم نوع؟ فقالوا إحنا عندنا معاملات ثلاث أنواع بس. وبعد شوية أثناء إدارة النقاش، وده مهم جدا، how you run facilitation in the focus group، إزاي تدير النقاش، تبدأ تستكشف تقول يعني كده وكده بس، طب خلينا نجيب كل المعاملات اللي عندكم ونشوف ده انتوا بتقولوا تصنيفين A و B او ثلاث تصنيفات A و B و C، المعاملة دي ايه هاتوها الاولانية ده A، وطب ودي B ودي B ودي C، الله ده نوع مختلف، ده احنا نسينا نقول لك ان في نوع تاني رابع نوع كذا، فخلينا نعمل نوع رابع، وتبدأ معهم الاكسرسايز مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تجرد كم نوع من انواع المعاملات. بعدين نيجي ونسألهم انتوا النوع الاولاني من المعاملات ده عادة بتاخدوا مثلا اصدار ترخيص فيلا، مثلا فيلا دي تعتبر شيء صغير ما هياش عمارة كبيرة او مثلا مول او حاجة زي كده، تاخدوا فيها وقت قد ايه؟ يمكن النوع المثال اللي انا قلته لا يتعلق بإدارة تخطيط المدينة، يتعلق برخص البناء، ولكن انا كمثال يعني. فانت تجمع المهندسين اللي بيطلعوا الرخص وتقول لهم النوع الاولاني من الرخص ده ايه، بياخد وقت قد ايه. انا عايز كل واحد يكتب الكلام ده في ورقة مستقلة عن التاني، وده ضروري جدا ان كل واحد يكتب في ورقة مستقلة عن التاني. فهم يكتبهم، واحد يكتب ربع ساعة والتاني يكتب نص ساعة والتالت يكتب مثلا خمس دقائق، واحد يكتب اربع ساعات. فتبدأ انت تقول للناس تجمع الورق منهم، وده ضروري ان كل واحد يكتب لوحده، كل واحد يكتب اسمه على الورقة وتجمع الورق ده منهم. انت جمعت الورق بتحطه وبعدين تصنفه مين اصغر وقت ومين اكبر وقت، وتيجي تقول حاجة عجيبة جدا، في واحد بيقول ان الرخصة بتطلع في خمس دقايق والتاني بيقول بتطلع في اربع ساعات. يعني لو كنا واحد قال مثلا 30 دقيقة والتاني قال 40 دقيقة كنا قلنا خلاص جيبوا المتوسط وخلاص، لكن ازاي خمس دقايق واربع ساعات؟ مؤكد يعني في حاجة مش فاهمينها في الموضوع. مين صاحب الخمس دقايق يجي ومين صاحب الاربع ساعات يطلع؟ انت دلوقتي عندك اتنين طرفي نقيض، كل واحد حط الرقم اللي عنده بأسامبشنز معينة، افتراضات معينة. فابو اربع ساعات يسأل التاني ابو خمس دقايق يقول له ازاي خمس دقايق؟ يقول له عملية بسيطة، ده انت بس بتجيب كذا، تعمل كذا، تراجع كذا، توقع كذا، تقيس كذا وخلاص، مش محتاجة لخمس دقايق، انت ليه تبالغ وتقول اربع ساعات؟ فالتاني يبدأ يقول له لا ازاي، افرض انت رحت كذا لقيت كذا، وافرض حصل كذا، فيبدأ يقول له الحالات الخاصة الجديدة والافتراضات اللي احنا ما كناش واخدين اعتبارها في الاول. يقول له لا انا كنت بتعامل قلت خمسة على اساس ان المعاملة شكلها جاهز كذا كذا كذا، لكن لو المعاملة كده فعلا يبقى عندك حق، لان يبقى كنا نكتشف ان المعاملات حتى اللي هي من النوع ايه فيها من جوه نوعين ثلاثة، في نوع A مستوي جاهز، وفي نوع A مش جاهز، وفي نوع A تاني معقد،
فبالتالي انت عندك انواع فرعيه ايضا من المعاملات. وتبدأ انت علشان تقلل هذا التباين تقول طب يا جماعه علشان نتفق على وقت واحد ونقلل عدد المعاملات خلينا نحل المشاكل الموجوده عندكم. انت بتقول افتراض تفتح المعامله تلاقي ناقص فيها ورقه كذا، فليه احنا نستلم معامله ناقص فيها ورقه كذا ونرجع نتصل بالراجل عشان نستوضح؟ لا، احنا نقول للمكتب الاستقبال ما تستقبلش المعادله الا لما يكون معامله، الا لما يكون فيها 1 2 3 4. فبالتالي انت قللت الفاريشنز الاختلافات اللي ممكن تيجي في المعاملات بانك اسست نظام جديد يضمن تقليل الفاريابيليتي. فانا مش هتخش عندي معامله الا لما تكون المعامله تستوفي هذه الاشياء. واحد تاني يقول طيب بس هي المفروض كانت تمر على اداره كذا داخل الامانه عشان نستكمل مثلا بيانات كذا. فنقول اذا المعامله دي ما تجيش عند القسم وما تجيش عند الطاوله اذا كانت من هذا النوع الا اذا استكملنا، بحيث ان المعاملات لما توصل للمكتب يبقى احنا قللنا بقدر الامكان، عملنا ستاندرديزيشن، عملنا تنميط، كلنا فاهمين المعامله دي وصلت اغلب الظن هي فيها كذا وكذا وكذا ومستوفيه كذا وكذا وكذا، يبقى احنا بنتكلم على شيء واحد، مش كل واحد بيفكر في ذهنه على شيء مختلف. كل ما انت استضحت هذه الاشياء من خلال هذا النقاش وقللت درجه التباين حصل فيه تنميط في العمل، كل ما سهل عليك انك انت تؤسس نظام جيد لاداره الاداء. طيب بعد كده احنا عرفنا المعاملات وعرفنا ان هي 10 انواع، والنوع الاولاني بياخد 10 دقائق والثاني 12 دقيقه والثالث الى هكذا، فعندك جدول بالاوقات المتوقعه لانجاز المعاملات. يجي بعد كده المعاملات الفعليه لما بتوصل كل يوم بتيجي وقت استلامها، فبتوضع، فاحنا عارفين ان النهارده تم استلام على مكتب فلان 5 معاملات، 3 منهم من نوع A، واحده من نوع B، واحده من نوع F، واحنا عارفين كل واحده من دي بتاخد قد ايه، وعارفين يوم العمل كام ساعه عمل، فبالتالي اصبح عندنا جميع المعطيات. المعطى الثاني اللي ناقص ان في نهايه اليوم عايزين نعرف هو خلص كام واحده من المعاملات اللي جت، فاحنا عندنا معاملات وارده، معاملات بقية عن المكتب من الأمس لم تستكمل، ومعاملات منتهية في نهاية اليوم، وعارفين كل معاملة labeled. labeled يعني إيه؟ يعني كل فايل كده مكتوب عليه ده معاملة من النوع B اللي بتاخد 20 دقيقة، دي معاملة من النوع C اللي بتاخد مثلا نص ساعة أو ساعة. وبالتالي في نهاية كل يوم لما المهندسين يخلصوا يستقبلوا المعاملات ويخلصوا الإنجاز يجي فريق كان يعمل معي في مكتب إدارة الاستراتيجية، كلهم بقى إن شاء الله كانوا يعني very smart young Saudis، كان شباب سعودي خريجين يعني قسم الهندسة الصناعية، يجي يجردوا هذه المعاملات يدويا ويقولوا من النهاردة دخل كم معاملة من نوع إيه، خلصت إيه، وبالتالي يحسب إنتاجية ومؤشرات أداء هذا الشخص. إحنا المؤشرين اللي إحنا اخترناهم يتم قياس مؤشرين بصورة يومية لكل مهندس بإدارة التخطيط العمراني. الأولانية نسبة الوقت المستخدم، نسبة الوقت المستخدم، يعني اليوم مثلا في 8 ساعات، يبقى نحط 8 ساعات في المقام. طيب في البسط المعاملات اللي خلصها، طبعا نشيل من وقت من 8 ساعات وقت الغداء أو وقت الصلاة إلى آخره، فنحط الوقت الصافي في المقام. طيب في البسط الوقت اللي بذله فعلا، طب نعرف ازاي الوقت اللي بذله فعلا؟ هو خلص النهارده 4 معاملات، واحده 2 من النوع A اللي المفروض تاخد ساعه يبقى قد ساعتين، والثالثه من النوع كذا اللي بياخد قد كذا، فاحنا نقدر نعرف قد ايه المعاملات اللي خلصها استنفذت وقت، يبقى ده البسط. يبقى احنا كده حسبناه نسبه الوقت المستخدم، ونحسب له كمان نسبه انجاز المعاملات، يعني انت عندك 20 معامله خلصت منهم 15، فنقسم 15 على 20 تدينا 75%، يبقى هو نسبة إنجازه المعاملات 75%، عنده 8 ساعات عمل، المعاملات اللي خلصها مثلا كانت تستغرق 4 ساعات فهو استخدم فقط 50% من الوقت بتاعه. ده مثال زي ما انتم شايفين هنا، ده هنا اللوحة وهنا لوحة تانية وهنا لوحة تالتة وفي الآخر خالص لوحة رابعة فوق كل مكتب. أنا حطيت هنا مثال افتراضي، فهذا الاسم اسم افتراضي وهذه الأرقام كلها أرقام افتراضية للمحافظة يعني على السرية، فدي بيانات افتراضية، فواضح إن نسبة الوقت المستخدم 50% ونسبة إنجاز المعاملات 75%، يعني ده الشخص خلص 75% من المعاملات واستخدم نص وقته، معنى كده إن هو عنده نص وقته التاني لم يستخدم، ممكن إسناد معاملات ليه أكتر لأنه في نص الوقت خلص 75% من المعاملات، فإحنا ممكن نحلل المعلومات دي ونستفيد منها
بهذه الطريقة. الحاجة الثانية، يتم حساب المؤشرات في نهاية كل يوم استنادا على جرد المعاملات الواردة والمنجز لكل مهرج. في نهاية كل يوم المغلف البلاستيك ده مغلف بلاستيك، وبيخش الورق اللي ده بتدخل وتخرج، فإحنا كنا جايبين طابعة وبنطبع كل يوم بعد ما نخلص الحسابات على إكسل بناء على جرد الأوراق، نحدث هذه الأرقام ونحطها في صباح كل يوم. يجي المهندسين يعني عندهم شغف كبير جدا إن هو يشوف إيه الرقم المتعلق فوق راسه، عارف، عاملة زي وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذا برضه وكل مهندس ألزمناه يعني مؤشرات أداؤه فوق رأسه. هنا موجود تحت عدد المعاملات، طبعا كان عندنا نظامين لاستلام المعاملات، في حاجات كانت تستلم يدويا وفي حاجات تستلم عن طريق نظام الاتصالات. فكل واحد يجي الصبح هو مهتم جدا بهذا الشيء. القيادات في الأمانة، لأن هذه الإدارة كانت مهمة بالنسبة لهم، لما يجوا الصبح أول حاجة يعملوها قبل ما يروحوا مكاتبهم يمرهم على إدارة تخطيط المدينة، ويمر على المهندسين ويسلم على واحد واحد ويقول له إيه؟ أيوة يا مثلا، المثل الافتراضي هنا، يا باشمهندس مسعود الغامدي أخبارك إيه؟ يقول له كويس. يقول له إزاي يا أستاذ مسعود، أنت أمس 50% من وقتك، يعني شد حيلك وكده، إيه اللي حصل؟ يقول له أنا مثلا، يقول له أنا كان جزء عندي بعتمد فيه على مهندس زميلي أكبر مني باخد موافقته. المهندس الزميلي الأكبر مني اللي باخد موافقته ما كانش موجود أو كان مشغول، فترتب عليها إن أنا قعدت منتظره فضاع مني وقت. فهنا من خلال هذا النقاش اليومي نكتشف ثغرات في الأداء، ونبدأ نقول طيب إزاي أنت ممكن تأجل الموافقة؟ إزاي ممكن نجيب واحد تاني خبير في هذا المجال ونفوض ليه الصلاحيات إن هو يراجع ليه؟ فنبدأ نقترح اقتراحات وسبل لتطوير الأداء أثناء العمل نفسه. ممكن يقول إن الإدارة اللي أنا بجيب منها الرسومات، مثلا إدارة الحاسب الآلي، بخش عشان أشوف الخرائط والسيستم ساعات بيتعطل، يبقى في مشكلة عندنا في السيستم، فنروح نشوف إيه مشكلة السيستم الموجود. الخرائط الموجودة هي نوع خريطة واحدة لكل موقع في المدينة، فأنا لما بروح عشان أجيب الخريطة دي ألاقي زميلي بيستخدم نفس الخريطة، فهل إزاي ممكن نعمل نسختين؟ إزاي نجدول استخدام الخرائط؟ أو زميلي أخذ الخريطة عشان يستخدمها من أرشيف الخرائط وما رجعهاش تاني، فأنا قعدت أدور عليها ما لقيتهاش، أو رجعها وما فهرسهاش صح في مكانها، فأنا لما رحت عليها ما لقيتهاش في مكانها ففضلت متعطل، فنرجع نطور إجراءات العمل، نقول يا جماعة اللي خلص خريطة يرجعها، وده مؤشر أداء إن أنت بتلتزم في هذا الشيء، ويا جماعة لما ترجعها فهرسها صح عشان تسهل على نفسك في المستقبل وعلى زمايلك. وبالتالي القدر الكبير من فرص تحسين العمل بتأتي عند القياس، بدون هذا القياس يبقى الكلام كله كلام مجرد كده ليس له أي قيمة. هيبقى الكلام ايه؟ شد حيلكم يا جماعة، والله احنا شدين حيلنا على الاخر، طيب ربنا يسهل لكم، يعني سلام عليكم وعليكم السلام. يعني ادي اللي هيحصل بدون ارقام، بدون مؤشرات قياس اداء. الخطوة الثالثة، يتم حساب مؤشر متجمع او مجمع لكل اسبوع، يتم استنادا عليه صرف مكافأة نقدية للحاصلين على اعلى قيم للمؤشرات. كان في هذه الايام الخميس والجمعة أجازة ويوم السبت وأول أيام عمل، فكان كل يوم سبت هو ملخص الأسبوع كله، فبعد صلاة الظهر يجتمع كل المهندسين ونقول المركز الأول فلان والمركز الثاني أعلى نقاط، والناس تفرح وتحضن وتبوس وتهني وبتاع، وتقول له يلا أنت كسبت، جيب لنا تبيحة على حسابك، عزمنا مش عارف إيه، فكانت روح تحميس كبيرة جدا ترتب عليها. يا ريت كان عندي انا رسم بياني قد ايه تحسن الاداء قبل وبعد تدشين هذه المبادره. بكده يبقى جينا لنهايه هذه الوحده اللي شفنا فيها مثال عملي ازاي تمكنا في ظل عدم وجود نظام حاسب آلي في ذاك الوقت من 15 سنه الا الاستخدام السجلات الورقيه. يعني المفيد في هذا المثال هو ازاي قدرنا التغيير، ازاي عملنا باي ان، ازاي عملنا نظام حوافز، ازاي كان في ترانسبيرنسي ان البيانات كانت موجوده واضحه قدام كل الناس، ازاي دائره مراجعه الاداء ليست ربع سنويه ولا شهريه ولكن يوميه مع مكافآت اسبوعيه.
فتأسيس هذا النظام هو ما نطلق عليه إدارة الأداء وليس فقط مجرد قياس الأداء. وبالتالي ضروري زي ما نوهنا في كل واحدة من الوحدات السابقة إن إحنا لا نقتصر فقط على إزاي نقيس، إزاي نلخص، إزاي نحط البيانات في رسمة ونيجي نقول الحمد لله عندي تقرير بالمؤشرات الفعلي والمستهدف والفجوة. ده العملية ليست هذا فقط، ولكن هو تأسيس ثقافة كاملة للتحسين الفعلي لمستويات الأداء. شكرا جزيلا وآسف على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.